كما عشائر قضاء بيج المنكوب يلتفون حول مرشحهم عساف فرحان القيسي مرشح حزب السيادة في صلاح الدين ليضعوا ثقتهم فيه. ورحمة الله وبركاته. عساف القيسي حث الناخبين الذين أيدوه في هذا التجمع الكبير على ضرورة المشاركة لكي يعيدوا إعمار القضاء كون مشروع بيج المنكوب والمنهوب على مدى سنوات دون التفاتة حقيقية. اليوم هذا مشروعنا مشروع بيج المنكوب المنهوبة المسلوبة. اليوم بدعمكم وبمساندكم لي وبمعذرتكم لي تعتبرون كافة حقوقكم هي مؤمنة. حقوقكم إن شاء الله أنا حريص عليها وادعوكم للانتخاب والخروج يوم 18/12 رجال ونساء التغيير واقعنا الحالي ونعيش فيه احنا كبيجي على وجه الخصوص ومحافظ صلاح الدين على وجه العموم. اليوم بيجي عانت ما عانت بيجي من 2014 البرلمان عينه منكوبه. اغلب شيوخ مناطق بيجي تثني على شخصيه القيسي وتثني على جهوده من خلال عمله في المحاماه والدفاع عن حقوق اهله وكذلك حزب السياده وقادته وبدعم الشيخ الخنجر لكفاءه السياده في صلاح الدين. اولا يعني وهذا صفه مميزه هو ابن الشيوخ بيت مشيخه، ثانيا هو حقوقي، هو عمله داخل المحاكم يدافع عن حقوق الناس، انسان نزيه مدعوم من كثير من الشباب، مدعوم من كثير من الشيوخ، يعني 11 مرشح كانوا معه، الكل تنازلوا له واثروا على انفسهم وقدموه عليهم باعتباره صاحب خلق وابن مشيخه وصاحب بيت عريق. فالاستاذ عساف يعني هو ان شاء الله سبحانه وتعالى فايز باذن الله سبحانه وتعالى، لان كثير من الناس 4 مناطق معه. هذا المؤتمر متميز بحضوره والداعم للاخ عساف، وهو ابن هذه المنطقه التي ولد من رحم معاناه اهله وناسه ليكون ممثل في مجلس المحافظه للتخفيف عن كاهلهم. يبحث أبناء القضاء المنكوب عمن يعيد الحياة الحقيقية لهم، فمعاناتهم طالت، وهذا التجمع الكبير أكبر دليل للتغيير الحقيقي الذي ستشهده الانتخابات القادمة. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة.